صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته. فعن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواهما مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السبب الرابع من الأسباب التي تسقط بها العقوبة على المسلم ويسلم من شر الذنب. سبق ثلاث أسباب: السبب الأول التوبة، السبب الثاني الاستغفار، والسبب الثالث الحسنة الماحية. وهذا السبب الرابع الذي الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن، دعاء المؤمنين للمؤمن واستغفارهم له. هذا مما يدفع الله به العذاب عن المؤمن حيا كان أو ميتا، عام يشمل الحي ويشمل الميت. وبهذا يتبين أن من ارتكب الكبيرة فإنه لا يكون كافرا كما يقول الخوارج، ولا يأخذ من الإيمان كما يقول المعتزلة، وإنما يكون مؤمنا معه أصل الإيمان وإن كان إيمانه ناقص. استدل المؤلف رحمه الله على الحديثين في صحيح مسلم رحمه الله. الحديث الأول حديث عائشة وأنس: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه لا شفعوا فيه. ثاني حديث ابن عباس: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، هذا الدعاء ينفع الله بالحي والميت جميعا. فالحي الذي يصلي على الجنازة له قراط من الأجر يصلى عليها، والميت ينفعه الله بهذا الدعاء الذي يدعو به الأحياء ويشفعهم الله فيه. وهذا وهذه المغفرة التي يغفر لها الميت بها بدعاء المصلين عليه، يقول المؤلف: لا يجوز أن تحمل على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر، فإن المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر هذا مغفور له حتى عند المنازعين، من لم يرتكب الكبائر من اجتنب الكبائر، حتى عند الخوارج، حتى عند المعتزلة، إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر غفرت عنه الصغائر. يقول المؤلف: فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة، وأن المراد به من عليه كبيرة ينفعه الله، حتى من عليه كبيرة ينفعه الله بذلك. نعم. السبب الخامس ما يعمل عنه من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة رحمهم الله، وكذلك العتق والحج. بل قد ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرى. ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله تعالى:
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين: أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وقوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكدعاء المصلين للميت ولمن زار قبره من المؤمنين. الثاني أن الآية ليس في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ويستحق إلا سعي نفسه ولا يستحق. قال فإنه لا يملك ويستحق. نعم. لا يملك ولا يستحق. أوضح. نعم. وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه لا يستحقه، لكن هذا فلا يملكه ولا يستحقه. وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله تعالى ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب تفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب، فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد، فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. نعم. هذا السبب الخامس من الأسباب التي يدفع الله بها العقاب والعقوبة والعذاب عن الشخص: ما يعمل للميت من عمل البر، ما يهدى للميت من ثواب أعمال البر. والذي يهدى الميت من أعمال ثواب البر بالاتفاق على السنة والجماعة أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، والأضحية داخلة في ذلك لأنها نوع من الصدقة. هذه أربعة أشياء متفق عليها، وكذلك الصوم الواجب، إذا كان عليه الصوم الواجب يقضى على الميت، كصيام رمضان، صيام النذر، صيام الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مات وعليه الصيام صام عنه. هذه أعمال البر ينفع الميت بالاتفاق ينتفع بها، أما ما عدا الدعاء والصدقة والحج والعمرة، والأضحية داخلة في ذلك، والصوم الواجب يقضى على الميت. أما
إهداء ثواب الصلاة صلي ركعتين وينهي ثواب الميت، أو إهداء ثواب الصوم التطوع يصوم يوم ويهدي ثواب الميت، أو يقرأ القرآن ويهدي ثواب الميت، أو يسبح ويهدي ثواب الميت، أو يطوف البيت سبعة أشواط غير الحج والعمرة ويهدي ثواب الميت. فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. من العلماء من ذهب إلى أنها تنفع الميت، ذهب إلى هذا الحنابلة والأحناف قياسا على الأربعة، ومن العلماء من قال نقف عند ما وردت به النصوص، لأن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية ولا قياس في العبادات. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، قالوا نقتصر على الدعاء والصدقة والعمرة والحج والأضحية والصوم الواجب، وهذا هو الأرجح، الأرجح أن نقتصر على هذه الأشياء الأربعة، لأن العبادة توقيفية ولم يرد إلا هذه الأشياء الأربعة. ما ورد أن الميت يصلى عنه ركعتين أو يصام عنه يوم ويهدى ثوابه، أو يقرأ القرآن ويهدى ثوابه الميت، ولكن من أجازه من العلماء قاسوا على الأمور الأربعة، ومن منع قال لا قياس في العبادة، والعبادة توقيفية، ورصف العبادة المنع والحظر، وهذا هو الأصل. فما أهدي للميت ثواب أعمال البر ينفعه الله به ويدفع عنه العقاب بذلك، ينتفع الصدقة وكذلك العتق داخل نوع. يقول المؤلف رحمه الله إن هذا ينتفع بنصوص السنة الصحيحة الصريحة كالصدقة ونحوها كالدعاء والعمرة والحج. يقول المؤلف بل قد ثبت في الصحيحين أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا هو عليه، كلمة وعليه، كلمة وعليه تدعو الوجوب، يعني وعليه صوم واجب. أما صوم النفل صوم التطوع هذا محل خلاف، وكذلك جاء في أيضا في صوم النبي جاء في اللفظ الآخر من مات وعليه صوم نذر. بعض العلماء حمل على صوم النذر، قال صوم النذر خاصة، أما الصوم الذي وجب بأصل الشرع كصوم رمضان فلا يقضى عنه، والصواب أنه يقضى عن الميت الصوم الواجب سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة، فهذا ينفع الله به الميت ويكفر عنه ويدفع العقوبة عنه إذا أهدي له، إذا دعي له دعاء أو بدعاء أو صدقة أو عمره حج. يقول المؤلف رحمه الله ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية وهي آية النجم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى احتج بها أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم على أن الميت لا ينتفع إلا بسعي نفسه فقط. أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم قالوا ما ينتفع الميت لا بالدعاء ولا بالصدقة ولا بالحج ولا بالعمر، ما ينتفع إلا بما سبب به في الحياة كالعلم الذي ينتفع به ولد صالح كما جاء في الحديث والصدقة الجارية. احتجوا بهذه الآية قالوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا معنى الآية لا ينتفع الإنسان إلا بسعيه. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الإنسان ينتفع بسعيه وبسعي غيره إذا وهبه له، وأجابوا عن هذه الآية بجوابين ذكره المؤلف رحمه الله. الجواب الأول أنه ثبت من هذه الآية ليس فيها دليل على منع الإنسان من الانتفاع بسعي غيره. قال المؤلف الجواب الأول أنه ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع السلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له، هذا ليس من سعيه ومع ذلك ينتفع، كما في الآية الكريمة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، ودعاء النبيين ينتفع بدعاء النبي ودعاء المؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، إذا تنفعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله سبحانه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول تنفعهم صلاة الرسول، وقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ودعاء المصلين وكذلك دعاء المصلين على الميت ودعاء زائر القبور كل هذا ينتفعون. الجواب الثاني أن الآية ويقول تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى لم تنفي الانتفاع وإنما نفت الملك، وفرق بين نفي الملك ونفي الانتفاع. الآية فيها حصر، معتزلة قالوا الآية فيها حصر
ليس للإنسان إلا ما سعى، لا ينتفع الإنسان إلا بسعي. لكن الجواب الثاني أن نقول الآية ليس فيها نفي الانتفاع، وإنما فيها نفي الملك، اللام للملك، والمعنى لا يملك الإنسان إلا سعيه، ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني لا يملك الإنسان إلا سعيه. وأما سعي غيره فهو لغيره، إن أبقاه لنفسه فهو لنفسه، وإن وهبه لغيره انتفع به. أنت لا تملك إلا سعيك، وأما سعي غيرك فهو ملك لذلك الغير، إن أبقاه لنفسه فهو له، وإن وهبه لغيره انتفع. فالآية ما نفت الانتفاع الملك، الآية ما نفت الانتفاع، وإنما نفت الملك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا من الملك، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه ولا يملك سعي غيره. لكن سعي الغير إذا وهبه لغيره انتفع. هذا مع الجواب الثاني، يقول أن الآية ليس في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعي، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه. وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، بل هو لصاحبه، لكن إذا وهبه له انتفع به. ولهذا قال: لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله، إن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، هو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب، فيرحم الجميع. مثل الإنسان إذا دعا لأخيه انتفع، صار له أجره حينما دفع دعا لأخيه، والميت انتفع بهذا الدعاء. إذا تصدق عن أخيه صار له أجر لأنه أحسن إلى أخيه، وصار الثواب للميت للمتصدق عنه. كما في الحديث الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لأخيه، والحديث صحيح رواه مسلم وغيره، فإذا دعوت لأخيك المسلم أجابك الملك قال: ولك بمثل، آمين ولك بمثل، يعني اللهم استجب، ولك أيها الداعي بمثل، لك مثل ذلك من الأجر. إذا أنت كسبان، أنت كاف، إذا دعوت لأخيك تكسب، دعوت لأخيك استفاد أخوك من دعائك، وأنت تستفيد تعطى مثل ذلك. وكما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن له قراطان أصغرهما مثل أحد. الذي يصلي على الجنازة له قراط من الأجر، استفاد أو لم يستفد؟ استفاد الحي، والميت استفاد يشفعه الله فيه، إذن انتفع الحي والميت. ولهذا قال: فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. نعم. السبب السادس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمتقين؟ يعني لأنها أعم، قال أكثر بدل أكفى في رؤيته. أكفى، نعم أكفى، أكفى الأقرب أعم وأكفى. نعم نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. نعم. هذا السبب الثالث من الأسباب التي تسقط بها العذاب والعقوبة على المسلم: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. وهذا حديث الشفاعة متواترة بل يعني بلغت حد التواتر، فتفيد العلم اليقين. ومع ذلك، مع كونها متواترة، أنكرها الخوارج المعتزلة، وقالوا أنكروا، قالوا ما في شفاعة للعاصي ولو كان موحد، أنكروها مع أنها متواترة. المتواتر لا يجوز إنكاره، من أنكره بل قد يعني أنكر الأمر متواتر قد يحكم بكفره في بعض الأحيان، لكن هؤلاء متأولون، ولهذا أنكر عليهم السنة وبدعوهم وصاحوا بهم وضللوهم. كيف تنكرون نصوص الشفاعة المتواترة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا، والأنبياء يشفعون،
والملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون، كيف ينكرونها؟ وهي حديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لأهل الكبائر الموحدين. ومن حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، وحديث صحيح، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه له الشفاعة ولو مات على معاصي. وكذلك الحديث ذكر المؤلف: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين، يعني العصاة المتلوثين الخطائين، يعني الموحدين. المؤمن الموحد الذي مات على التوحيد ولو كان مات على كذا له الشفاعة ما دام مات على التوحيد. أما المشرك فلا نصيب له في الشفاعة، مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، هذا لا حيلة فيه، كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه كلها في الكفار. نعم. السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم. السبب السابع التي يدفع الله بها العقوبة عن العاصي: المصائب التي يكفر الله بها من خطاياه، أمراض والهموم والغموم والأحزان وفقد الأحبة ومصائب في النفس أو في المال أو في الولد، كل هذه يكفر الله بها الخطايا. كما في الصحيحين: ما يصيب من وصب يعني مرض، ولا نصب تعب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بها من خطايا، وهذا من فضل الله تعالى وإحسان. نعم. السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما تكفر به الخطايا. نعم. ما يحصل في القبر، هذا السبب الثامن، من الفتنة. الفتنة يعني سؤال منكر ونكير، يعني يسألك من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا امتحان، يحصل تعب، فإذا حصل له التعب كفر الله من خطاياه، يمتحن الإنسان مثل الإنسان اللي يمتحن في الدنيا، ألا يحصل تعب من الامتحان؟ يتعب، فكذلك هنا هذا التعب يكفر الله من خطاياه. والضغطة يعني ضغطة القبر، ما ميت يموت إلا ضمه القبر ضمه. وفي الحديث أنه لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، أصابها ضغطة القبر والروعة، فإن هذا ما تكفر به الخطايا. نعم. السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. هو كربها. نعم. أهوال يوم القيامة، هذا السبب التاسع، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، هل ما يكفر الله بالخطايا. قد يكون الإنسان مذنب ثم يصيب أهوال وشدائد وكرب في موقف القيامة من دنو الشمس فوق رأسه ويكون يلجمه العرق ويحصل من الأهوال والشدائد، هو يكون المؤمن المطيع ما يحصل شيء. قد يحصل بعض الناس له شدائد وكرب وأهوال وكرب، وبعضهم لا يحصل له، فالذي يحصل له كرب وشدائد يكفر الله به بخطايا. نعم. السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. هذا السبب العاشر، رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب، لأن المؤمن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ورحم بتوحيده وإيمانه بالإسلام بدون سبب، وأدخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء سبحانه عذبه بقدر جرائمه ثم يخرجه إلى النار. ليس كل الموحدين يدخلون النار، ليس كل العصاة يدخلون النار، بعضهم يدخل بعضهم لا يدخل، بعضهم يغفر له وبعضهم لا يغفر له، تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر الشرك به. فإذا عفى الله عن العبد وغفر له سقطت عنه العقوبة وإن كان مستحقا لها. هذا السبب العاشر، رحمة الله وعفو ومغفرته بلا سبب من العباد. نعم. فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة، مخالف لذلك. نعم. يعني هذه الأسباب العشرة يدفع الله بها عن العصاة الموحدين العقوبة، وعلى هذا
يكون أهل الكبائر تنتفع عنهم العقوبات لواحدة من هذه الأسباب العشرة. فقول المعتزلة والخوارج إن صاحب الكبيرة إذا لم يتب لا بد أن يعذب ولا بد أن يخلد في النار هذا باطل، ولا بد أن يخلد في النار هذا باطل. العقوبة عن مرتكب الكبيرة المؤمن تدفع عنه بواحدة من هذه العشرة، وهذا في رد على الخوارج الذين يقولون ما تدفع العقوبة إلا بالتوبة. خوارج يقولون صاحب الكبيرة إذا زنى أو سرق مخلد في النار إلا إذا تاب، المرابي مخلد في النار إلا إذا تاب، عاقل والديه مخلد في النار إلا إذا تاب. نقول لا، هذا ليس بالصحيح، هذا باطل. قد تدفع عنه العقوبة ولو لم يتب بواحدة من الأسباب العشرة. نعم. فصل. فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. نعم، هذان القولان، القول الأول قول الخوارج والقول الثاني قول المعتزلة، لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين بل هو من أقوال أهل البدع، قولان مبتدعان. القول الأول قول الخوارج، ما هو قولهم؟ يقولون الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، هذا قول باطل، ما قال أحد من أهل السنة والجماعة، إنما هو لأهل البدع. يقولون يكفر المسلم بمطلق الذنب، بعضهم يقول بأي ذنب، بأي ذنب، وبعضهم يقول بالذنب الكبير بالكبيرة فقط، ويخلد في النار، هذا قول الخوارج، يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، إذا فعل الكبيرة كفر وخلد في النار، هذا قول باطل، أنكره أهل السنة وجماعة وضللوا الخوارج بهذا وبدعوه. القول الثاني قول المعتزلة، وأشار إلى المؤلف بقوله وقول من يخلده في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء. القول الثاني قول المعتزلة، يوافقون الخوارج بالتخليد في النار ويجزمون بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقولون إنه ينتهي إيمانه في أي شيء بالكبيرة لكن لا يدخل في الكفر. فالخلاف بين خوارج المعتزلة بأي شيء في الدنيا، أما في الآخرة اتفقوا على أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، خوارج المعتزلة، واختلفوا في الدنيا، فقال الخوارج يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فليبقى في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لا مؤمن ولا كافر، سمي فاسق لا نسمي مؤمن ولا كافر. طيب هل لهذا خلاف ثمرة؟ في الآخرة يتفق على تغيير، نعم لهم ثمرة في الدنيا، في الدنيا الخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر فيستحلون دمه وماله، يعاملهم معاملة الكفار. المعتزلة خرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر، فلا يقتلونه ولا يستحلون دمه وماله. الخوارج يقتلونه ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة لا يقتلونه ولا يستحلون دمه وماله، لأنه خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر الذي يجب قتله وأخذ ماله، لكن في الآخرة اتفق على تخليد في النار. فهذان القولان يقول المؤلف لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. نعم. وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، هو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة رحمهم الله متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا أعرفه قولا لأحد. وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف بما لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة الكفار. نعم، هناك قولان آخران أيضا المرجئة. القول الأول قول غلاة المرجئة وهو التوقف في العصاة، التوقف بمعنى أنهم لا يقولون أنهم يدخلون النار ولا يقولون أنهم لا يدخلون النار، متوقفون ما يجزمون بشيء، وما ندري هل يدخلون النار ولا يدخلون النار.
هذا قول غلاة المرجئة توقفون في أهل الكبائر. إذا قلت صاحب الكبائر لا يدخل النار يقول أنا متوقف، لا أقول يدخل النار ولا أقول لا يدخل النار. ولذا قال كذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحد منهم يدخل النار هو أيضا من الأقوال المبتدعة، هذا قول بدعي. يقول التوقف لا وجه له. ما هو الصواب؟ الصواب أن أهل الكبائر قسم منهم وجملة منهم يدخلون الكبائر النار، وقسم منهم يعفى عنهم، ليس كلهم يدخلون وليس كلهم يعفى عنهم، بل لا بد أن ندخل النار جملة من الكبائر. تواترت الأخبار، تواترت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن ندخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون مصلون، ولا تأكل النار وجوههم. هذا يدخل النار لأنه زنى ولم يتب، هذا يدخل النار لأنه عق والديه، هذا يدخل النار لأنه تعامل بالربا، هذا يدخل النار لأنه اغتاب الناس أو نم عليهم أو أكل أموال الناس بالباطل. منهم من يعفى عنه، ولكن جملة منهم لا بد أن يدخل النار. إذا من توقف يقول لا وجه لهذا التوقف، لا بد أن تجزم لأن يدخل النار جملة من أهل النار وهناك من يعفى عنه. ولهذا قال المؤلف بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة. القبلة يعني المؤمنون الذين يتجهون إلى القبلة في الصلاة والذكر والذبح وغيره، ثم يخرجون منها. هناك أيضا قول قيل في المسألة وهو الجزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. من هو قوله من هذا؟ من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة، ها؟ نعم كيف جميل. المؤلف يقول لا أعلمه قولا لأحد، ما معك كتابا؟ هذا ضد قول الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يجزمون بأن العصاة مخلدون في النار، أما هؤلاء يجزمون بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة. يقول المؤلف لا نعرفه قولا لأحد، لا نعرفه قولا لأحد يجزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة. وأما غلاة المرجئة فإنهم يتوقفون، لكن قد يقال إن هناك بعض غلاة المرجئة يجزمون بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة ما دام أنه مؤمن كالجهمية، عرف ربه بقلبه، يقول ما تضره جميع الكبائر ولا يدخل النار ولا يدخل الجنة من أول وهلة. هذا قول قيل في بعض. المؤلف يقول لا نعلم أن هذا لأحد، لا نعرفه قولا لأحد. وبعده هنا قول آخر، قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخفيف لا حقيقة له، بما لا حقيقة له. من يقول أنه ما في عذاب ولا في نار ولا كذا، فإذا قيل النصوص دلت على أنه في عذاب قال هذا تخويف لكن ما في عذاب. هذا من يقوله؟ الملاحدة الذي لا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالنار. الملاحدة أشد من الكفار، مذهب كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. قوم من الملاحدة من القرامطة وغيرهم يقول ما في عذاب ولا في جنة ولا في نار. فإذا قال كيف؟ قال هذه أمثال مضروبة من النبي في السياسة، يسوس الناس حتى يتعايشوا بسلام، حتى لا يبغي بعضهم على بعض، يعلم أنهم في جنة هناك نار. هذا يقول الملاحدة، يقول فلاسفة. الملاحدة أكثر من اليهود والنصارى هؤلاء. ولهذا قال المؤلف وأما بعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخفيف بما لا حقيقة، وهذا من أقوال الملاحدة والكفار. سيأتي المؤلف يذكر لهم شبهة ودليل. نعم. وربما احتج بعضهم بقول الله تعالى ذلك يخوف الله به عباده، فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه، إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف. فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له،
كما يوهم الصبي الصغير. ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف. شيء مخوف. لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف. وهذا شبيه بما تقول ملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة. وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له فإنما تعلق لمصلحتهم في الدنيا، إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريق. وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون العذاب يقول ليس هناك عذاب ولا نار، بعضهم يحتج بقوله تعالى ذلك وخوف الله به عباده، قالوا النصوص التي فيها العذاب التخويف فقط، تخويف إلا ما في نار ولا عذاب. دليلنا قول ذلك يخوف الله بعباده. المؤلف رحمه الله أجاب قال يقال لهم في الرد عليهم ذلك يخوف الله بعباده، الله يخوف عباده بشيء له حقيقة أو بشيء لا حقيقة له، شيء له حقيقة، ما يسمى تخويف إلا إذا كان له حقيقة. ولهذا يقولون فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف نار يخوف بها يمكن وقوعه بالمخوف، فإذا لم يكن هناك ما يمكن وقوعه فلا التخويف، لكن ما في نار كيف يكون تخويف؟ لكن إذا لم يكن هناك يكون ما يكون تخويف ما يسمى تخويف، يكون إيهام الخائفين بما لا حق له، كما توهم الصبي، كما يوهم الصبي الصغير. إذا جاء صبي صغير بعض الناس يخوف الصغير يقول سيحصل لك كذا وكذا، هناك شيء اسمه كذا وكذا، هناك صورة مخوفة حتى يوهم الصبي وما في شيء، إذا لم تفعل حصل لك كذا وكذا، حصل لك شيء صورة وصفها كذا وكذا، هذا إيهام. فمعناه إن مع على قول هؤلاء إذا ما كان فيه نار ما صار في تخويف وإنه إيهام كما يوهم الصبي. ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، إنما يحصل للصبيان الصغار والأطفال، أما العقلاء المميزين ما يخوفون بالأشياء التي لا حقيقة لها، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف. يقول المؤلف وهذا شبيه بما تقوله الملاحدة المتفلسفة والقرامطة. الملاحدة سام ملاحدة المتفلسفة، ملاحدة القرامطة، ملاحدة الصوفية، كل هؤلاء ملاحدة. يقول قول هؤلاء الذين يقولون إن العذاب تخويف ولا حقيقة له يشبه قول الملاحدة المتفلسفة والقرامطة الذين يقولون الرسل يسوسون الناس. الرسل يقول الأنبياء النبي رجل عبقري عنده ذكاء وعنده كذا ويسوس الناس ويخبرهم بأن هناك جنة ونار وكذا وملائكة، هذا لا حقيقة له، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام، ولا ما في لا جنة ولا نار ولا، ولذلك ما في أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام عند هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله. ويقول بعضهم من هذه من سياسة النبي، هذا الرجل عبقري يسوس الناس حتى يتعايش الناس بسلام، إذا يخوفهم إذا كان هناك عذاب هناك جنة ونار ما حد يعتدي على أحد، هذا من السياسة. ولهذا قال بعض الملاحدة إن النبي هذا فيلسوف فيلسوف العامة، وأما فيلسوف هو نبي الخاصة. ولهذا قال بعضهم أنا ما أريد النبوة، نريد شيء أعلى من النبوة وهي فلسفة، ويقول فلسفة نبوة خاصة، وأما النبوة وأما النبي هذا فيلسوف العامة. وفرق بين السياسة الخاصة والسياسة العامة، جعلوا أنفسهم أعلى من الأنبياء نعوذ بالله، وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نثبت لما أوتي رسول الله. فهؤلاء الملاحدة يقولون الرسل خاطبوا الناس بإظهار الأمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطل، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة. وما أظهره لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له لكن فيه مصلحة لهم في الدنيا، لأجل مصلحتهم في الدنيا
لأنه لا يمكن تقويمهم ولا استصلاحهم إلا بالكذب. يقول الأنبياء كذبوا على الناس لمصلحتهم. يقول فرق بين من يكذب لك ومن يكذب عليك. فالأنبياء كذبوا للناس لا على الناس. كذبوا للناس يعني لمصلحة الناس. ما لم يكذبوا عليهم ولكن كذبوا لهم. هكذا يقول هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله. قالوا صحيح الأنبياء كذبوا لكن كذبوا لهم لا عليهم لمصلحتهم. لأنه لو لم يكذبوا لهم صار بينهم نزاع وقاتل واختلت أمورهم صرعت بعضهم على بعض. فإذا كذبوا لهم قالوا في جنة وفي نار وفي قصاص وكذا صلحت أحوالهم واستقام. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يقول المؤلف رحمه الله معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل. نعم. وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموا زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل. الباطن الباطل النون حتى سموهم باطنية. الباطن حقيقة دينهم يبطنونه. نعم. ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطن حتى سموهم باطنية لإبطالهم خلاف ما يظهرون. فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه ولظهر باطنه. لكان خواصه قد عرفوه ولظهر باطنه. في نسخة فأظهروا باطنه. لعله أظهر أحسن. نعم. لكان خواصه قد عرفوه وأظهروا باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول صلى الله عليه وسلم وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت. وكل من كان منهم إليه أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان أعظمهم لزوما لطاعته سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطنا وظاهرا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله هذا القول وقول هؤلاء الملاحدة إن ليس هناك جنة ولا نار وإنما هو تخويف، وقول كذلك ملاحدة الفلاسفة والقرامطة إن الرسل جاءوا بالأخبار عن الجنة والنار من باب استصلاح الناس وإلا فليس هناك جنة ولا نار. يقول هذا القول مع أنه معلوم فساد بالضرورة من دين الرسل لو كان الأمر كما يزعمون، لو حرف امتناع الامتناع، هذا الشرط التقديري، والشرط التقديري لا يمكن حصوله، لا يمكن وقوعه. من قوله تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، فهذا من باب التقدير. لو كان الأمر كما يزعم هؤلاء وأن الرسول عليه السلام إنما لبس على الناس لأجل مصلحته وليس في الجنة ولا نار لكان خواص الرسل الذين يعلمون الحقيقة، خواص الملازمين للرسل. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء الملاحدة إن الرسل أخبروا الناس بأشياء لا حقيقة لها، ما في جنة ولا نار ولا وعد ولا وعيد، لكن من أجل استصلاح الناس. يقول المؤلف رحمه الله هذا مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام، هذا معلوم الفساد بالضرورة، معنى الضرورة يعني الشيء الذي لا يمكن تدفع عن نفسك. كل أحد يعلم بالضرورة، كما يعلم أن الشمس أمامه طالعة هو يشاهدها أو أشد يعلم الفساد هذا، لكن مع ذلك لو امتناع شرط تقديري، لو كان الأمر كما يقولون وإن الرسل إنما كذبوا على الناس، نقول خواصهم هؤلاء الملازمين لهم مثل خواص النبي أبو بكر وعمر، يعلمون الحقيقة يعلمون الباطن، وإذا علموا ذلك ما تعبدوا ولا عملوا أعمال الصالحة ولا يعملوا، لأنهم يعلمون الحقيقة، حقيقة من لازموه يعلمون الحقيقة ويصيرون ولا يتعبدون ولا يعملوا أعمال صالحة ويفعلون المنكرات وتكشف أسرارهم للناس لأنهم علموا الحقيقة.
وهذا من أبطل الباطل، فإن خواص الأنبياء هم أعظم الناس محافظة على أوامر الله وأوامر رسله وأنبيائه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي، ما يمتثلون الأمر ولا يسلمون له، لأنهم يعلمون الحقيقة. كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة، خواص الملاحدة المتفلسفة والقرامطة حالهم حال سيء، لأنهم يعتقدون في الباطن، يعتقدون أهل الحق والزندقة، فلذلك لا يلتزمون بالشرائع من الإسماعيلية والنصيرية. الإسماعيلية لهم معروف هم باطنية مذهبهم الخبيث، والنصيرية كذلك فهم الباطني الذي يدعون أن الله حل في علي. يقول: فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي. البارع من هؤلاء الملاحدة الإسماعيلية والنصيرية لا يبتل الأوامر والنواهي، وتباح له المحظورات جميع المحرمات، وتسقط عنه واجبات، فتظهر أبغانهم وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل حتى سموهم باطنية. الباطنية يقولون ما في صلاة ولا صيام ولا زكاة. الصيام يقول الباطنية الصلاة لها ظاهر ولها باطن، ظاهرها ما يصليه الناس، الصلاة الخمسة التي يصليها المسلمون يسمونها عار، والباطن لهم الباطن أربعة أسماء، خمسة أسماء تعدها: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، خمسة أسماء تعدها للصلاة الخمسة. والصيام كتمان سر المشايخ، لو باطن ولا ظاهر، ظاهره صوم المسلمين شهر رمضان يسمونه عام. والخواص عندهم الباطن كتمان أسرار المشايخ، والحج عندهم له ظاهر وله باطن. الحج هو الحج الظاهر، حج بيت الحج إلى بيت الله الحرام، والباطن زيارة قبور مشايخ. هؤلاء الملاحدة يقول المؤلف رحمه الله عرفوا دينهم الباطن، فلم يتبعوا الأوامر ولم يجتنبوا النواهي. يقول: فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك كما يدعون لكان خواصه قد عرفوا وأظهروا باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أعلم الناس بباطن الرسول صلى الله عليه وسلم مظاهره، وأخبر الناس بمقاصده ومراداته، كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت. وكل من كان منهم إليه أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر كانوا أعظم الناس، أعظمهم لزوما للطاعة سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطن وظاهر. فدل هذا على كذب ما يقوله هؤلاء وأن هؤلاء ملاحدة. نعم. وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك حتى يصير عارفا محققا في زعمهم، وحينئذ يسقط عنه التكليف، ويتأولون على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة، واليقين هنا الموت وما بعده، كما قال تعالى عن أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون الموت، وتلا هذه الآية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون: أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء الملاحدة، ملاحدة الفلاسفة وملاحدة القرامطة، الذين يقول للشريعة ظاهر وباطن ولا يعملون بالشريعة، وإنما هم ملاحدة في الباطن من أجل أنهم يعتقدون في الباطن الكفر والإلحاد، يقول يشبههم ملاحدة الصوفية. الملاحدة الآن ملاحدة الفلاسفة وملاحدة القرامطة وملاحدة الصوفية، فملاحدة الفلاسفة يشبهون ملاحدة الصوفية، يشبهون ملاحدة الفلاسفة والقرامطة. ملاحدة الفلاسفة والقرامطة قالوا الشريعة لها ظاهر ولها باطن،
كما سبق. فالظاهر للمسلمين والباطل لهم. ملاحدة الصوفية يقولون يشبهونهم من جهة، يقولون الأوامر والنواهي والشريعة إنما تلزم العوام ولا تلزم الخواص، تلزم العوام ولا تلزم الخواص. فالسالك عندهم سمونا السالك، السالك الصوفي سمى السالك وسمى الفقير، له أسماء عندهم. فالسالك يلزمه، ليلزمه إيش؟ تلزمه تكاليف الأوامر والنواهي والصلاة حتى يصل إلى درجة المعرفة عندهم واليقين. فإذا وصل إلى المعرفة سقط عن التكاليف. متى يصل إلى درجة المعرفة عندهم؟ إذا شاهد الحقيقة الكونية، إذا شاهد القدر وعلم أن ما قدر سيكون وألغى صفاته وجعل صفات الله سقط عن التكاليف، وصل إلى المعرفة، وصل إلى الحقيقة. ويستدلون بمثل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بالمعرفة. هذا وصل إلى المعرفة سقط عن التكاليف، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين والمعرفة، وحينئذ تسقط عن التكليف. وهذا لا شك أن يكونه ضلال، بل المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن كما قرأ أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره أن من قال إن أحدا يسقط عنه التكليف وعقله معه فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر استتاب فإن تبعه إلا قتل. ما في أحد على أنه يسقط التكليف إلا إذا رفع العقل، كالشيخ المخرف الكبير والمجنون الصغير، ما في أحد يسقط عنه التكليف. من قال إن أحد يسقط عنه التكليف وعقله معه فهو كافر بإجماع المسلمين فإن تبعه إلا قتل. هؤلاء الملاحدة يقولون يسقط التكليف عن الخواص، يقسمون الناس إلى عوام وخواص. فالعامة عليهم تكليف أوامر ونواهي وطاعات ومعاصي، والخاصة ما عندهم يسقط عنه التكليف. بل إنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام عندهم الصوفية: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. فالعامة الذين عندهم الأوامر والنواهي، والخاصة تسقط عنهم الأوامر والنواهي ما عليه تكليف، وخاصة والعامة عندهم طاعات ومعاصي، له طاعات وله معاصي. والخاصة ما عندهم إلا طاعات، ما في معاصي، أي شيء نفعله طاعة لأنه يوافق القدر. إذا زنى قالوا هذا طاعة، أو سرق طاعة، أو كفر طاعة. لماذا؟ يقول واحد أنا عصيت أمر الله الشرعي فقد وافقت أمر الله الكوني، وافقت الإرادة الكونية. ثم خاصة الخاصة ما في طاعات ولا معاصي، هم يصلون إلى القول بوحدة الوجود، يقول الوجود واحد، ما في رب ولا عبد، أنت الرب وأنت العبد. حتى قال بعضهم ورئيسهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود يقول يا ليت شعري الرب عبده والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، ما ادري ايه مكلف، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك بيت، او قلت رب لا يكلف، ما تبس عليه الامر، اذا الرب هو العبد والعبد هو الرب. ويقول ايضا رب مالك وعبد هالك وانتم ذلك، والعبد فقط والكفه هو، يقول ما ترى توهم، والا ما فيه الا الوجود واحد، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والرب هو العبد والعبد هو الرب، انت الرب وانت العبد، وما تراه تراه الان هذا وهم توهم نعوذ بالله. ويقول سر حيث شئت فإن الله تم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله، كل ما تراه هو الله نعوذ بالله. هذا من أعظم الكفر والإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء ملاحدة، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب في ذلك أنهم يشاهدون الحقيقة الكونية وتسقط عنهم التكاليف. وهؤلاء قد يشهدون القدر أولا وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور. ويفنى عن عندك كيف أحسن الله إليك؟ ما في نسخة ثانية تعليق عليه؟ قال ويفنى عنها تميز ويفنى عن هذا الشهود، ما في تعليق عليها؟ نعم. وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور وموجبات الله ومكروهاته ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. وقد يقول أحدهم العارف شهد أولا الطاعة والمعصية ثم شهد طاعة بلا معصية، يريد بذلك طاعة القدر، كقول بعض شيوخهم أنا كافر برب يعصى،
وقيل له عن بعض الظالمين هذا ماله حرام، فقال إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث، لا طاعة ولا معصية، وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان، وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب، والله أعلم. نعم، هذا الآن الصوفية، ملاحظة الصوفية يجعل الناس طبقات، طبقة الأولى العامة، والطبقة الثانية الخاصة، والطبقة الثالثة خاصة الخاصة، وكل طبقة لها أحكام. فالعامة عليهم الأوامر والنواهي، عليهم الصلاة والصيام والزكاة والحج وطاعات ومعاصي، ويجعلون من العامة جميع الأنبياء والمرسلين، يجعلون من العامة. يقول المؤلف الشيخ هنيئا للعامة، إذا كان هذا توحيد العامة، يسمون هذا توحيد العامة، توحيد العامة إذا كان الأنبياء والمرسلين توحيدهم توحيد الأنبياء والمرسلين فهنيئا لهم. يقول هذا توحيد الأنبياء والمرسلين، توحيد الأنبياء والمرسلين يسمونهم عامة، هذا عامة عليهم أوامر ونواهي وحدود كذا وطاعات ومعاصي، هذا العامة. الخاصة يرتفعون عن هذه الطبقة، متى يرتفع؟ إذا وصل إلى العلم والمعرفة. ما هو العلم والمعرفة؟ العلم المراد به الشهود الحقيقة الكونية، شهود القدر فقط، هذا العلم يشهد القدر، يشهد أن الله قدر كل شيء، قدر الكفر والمعاصي والطاعات، وأن الإنسان لا بد أن ينفذ فيه قدر الله، وأن القدر لا بد منه، ويرون الإنسان مجبر على هذا الشيء، فحينئذ تسقط عنه التكوية، وفي هذه الحالة يصل إلى درجة المعرفة ويلغي صفاته وأفعاله ويجعل صفات لله. فالله هو المصلي والصائم عنده، والعباد وعاء للأفعال، والله هو الذي هو الفاعل، كالكوز الذي يصب فيه الماء، فيقول العباد كأنهم وعاء كوب والله يصب الماء فيه، فالأفعال فعل الله. في هذه الحالة تصل عنه التكوية، ولا يصل عنده معاصي، كل ما يفعل طاعة، حتى الكفر وحتى الزنا والسرقة. فإذا قيل لها عصيت أمر الله الشرعي، قال لكن وافقت أمر الله الكوني، قدر عليها. وعلى هذا فيعذرون الكفرة، قوم نوح وقوم هود، هؤلاء تسقط عنهم التكاليف وليس عندهم معاصي، إنما عندهم طاعات. ثم الطبقة الثالثة، طبقة خاصة الخاصة، يتلقى من هذه الطبقة إلى القول بوحدة الوجود، وحينئذ ما يكون عندهم طاعات، لا طاعات ولا معاصي. الخاصة عندهم طاعات وليس عندهم معاصي، هؤلاء ملاحدة وصلوا إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. ولهذا المؤلف رحمه الله بيّن هذا وقال إن هؤلاء الملاحدة يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك، يعني السائر في الطريق إلى الله عندهم، حتى يصير عارفا محققا في زعمه، وحينئذ صار عارفا يسقط عنه التكليف، ويتأول على ذلك قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة، واليقين الصواب أن اليقين هو الموت، كما قال الله تعالى عن أهل النار حتى أتانا اليقين عن الموت، قال الحسن إن الله لم يجعل لعباده أجلا دون الموت، وتلا هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الحديث الصحيح لما توفي عثمان بن مضعون قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه، وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، يعني أتاه الموت. وهؤلاء يعني الصوفية يشهدون القدر أولا، وهي الحقيقة الكونية، الحقيقة الكونية والقدر، يعني يشهد أن الله قدر الأشياء، وأن كل مخلوق سائر إلى القدر شاء أم أبى، وأنه تنفذ فيه قدرة الله، ويلغي النظر إلى الشر والأوامر والنواهي، يلغيها ولا ينظر إلا إلى القدر، وحينئذ يجعل صفات صفات الله وأفعال أفعال الله ما يفعل شيء، وحينئذ يستطيع التكليف، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر، إذا شهد القدر وفنى هذا الشهود في هذا الشهود، حينئذ في هذا المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظور، ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وعدائه، ما في تمييز بين المحرم وبين الجائز، ما في فرق بين الزنا والنكاح، ولا فرق بين الخمر والماء، ولا فرق بين الربا والبيع، كل حلال، ما في حلال حرام، كل حلال، ولا فرق بين ما يحبه الله ويكرهه الله،
ولا فرق بين أولياء الله وأعداء الله، لا فرق بين المؤمن والكافر. وقد يقول أحدهم العارف شهد أول الطاعة والمعصية. متى؟ لما كان في طبقة العوام العامة، شهد أول الطاعة والمعصية، ثم شهد طاعة بلا معصية لما ارتفع إلى الطبقة الثانية، طبقة الخاصة. يريد بذلك طاعة القدر، طاعة القدر، إنه قدر عليه إذا زنى قال هذه طاعة، إذا سرق قال هذه طاعة، فإذا قال هذه طاعة الشرع قال لا طاعة القدر، هذه طاعة القدر. كقول بعض الشيوخ الصوفية يقول أنا كافر بربي لعصى، والعياذ بالله. لماذا قال هذا القول؟ أنا كافر بربي لعصى، يعني يريد أن يقول المعصية طاعة لله لأنه قدرها عليه، فليس هناك معصية. فإذا قلتم إن هناك معصية يقول هو أنا كافر بربي لعصى، والعياذ بالله. إذن ما فيه معصية حتى لا يعصى الرب، كل ما يقع فهو طاعة. وقيل له بعض الظالمين هذا ماله حرام، كان ما في حرام حلال، كل شيء حلال، إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، إن كان عصى أمر الله الشرعي فقد أطاع الإرادة الكونية القدر. ثم ينتقلون يقول مالك في المشهد الثالث، لا طاعة ولا معصية. من هم؟ هذا مشهد خاصة الخاصة، وهم أهل وحدة الوجود. ولذلك وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية الإلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرابطة يصلون إلى هذه الدرجة. القرابطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان، وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى وشرك العرب، يعني كفرهم تجاوز كفر اليهود وتجاوز كفر النصارى وتجاوز كفر الوثني، والعياذ بالله. حتى إنهم الآن يقول إن فرعون مسيء حينما قال ربكم الأعلى، هالملاحدة يقول فرعون لما قال ربكم الأعلى كان على حق، نعوذ بالله. كيف؟ قالوا إن الآن لأنه الرب هو العبد والعبد هو الرب، لا فرق، الوجود واحد، والرب يكون يعني له يعني يتمثل الرب في صورة معبود كما في صورة فرعون، ويتمثل في صورة هادي كما في صورة الأنبياء، وهو واحد، وهذه مظاهر لتجلى الحق، والوجود واحد، يتجلى في صورة معبود كما تجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صورة هادي كما تجلى في صورة الرسل، وهو واحد، والأحداث يلبسها ويخلعها. وقالوا والعياذ بالله ابن عربي له، ابن عربي بس وحده الوجود له كتاب سمى كتاب الهو، يقول العامة والخاصة لهم، العامة لهم ذكر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، ذكر العامة، والخاصة ذكرهم لفظ الجلالة، الله 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 الله، ردد الله 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 الله. كما يحصل هذا، يقول واحد ذهب إلى أفريقيا يقول وجدت ناس يكررون الله الله، بعض الصوفية الله 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 من بعد عصر المغرب حتى يسر. وأما الخاصة، خاصة الخاصة ذكرهم يقبلها، ما يحتاج الله، هو 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 يوهوهو كالكلاب، هذا ذكره. حتى إن ابن عربي لصحة الوجود ألف كتاب سمى كتاب الهو، كتاب سمى كتاب الهو. إلى هذا وصلت الله. ويعتذرون عن إبليس وعن فرعون، يقولوا فرعون مصيب حينما قال ربكم الله لماذا أغرق، يقول كل من عبد شيئا دون الله، كل من عبد شيئا فهو مصيب، اللي يعبد الأصنام مصيب، واللي يعبد النار مصيب، واللي يعبد البشر مصيب، والذي يمنع الناس يمنع أحد من عبادة شيء هو الكافر، الكافر الذي يخص شيئا. فرعون أغرق لماذا؟ أغرق ليزول عنه التوهم. ما هو التوهم؟ يقول فرعون توهم أنه هو الرب، توهم أنت الرب، كل الناس أرباب مو بأنت، فأغرق حتى يزول عنه الوهم والحسبان تطهيرا له، فتطهر لما أغرق، تطهر وزال عنه التوهم والحسبان، لأنه الآن خص نفسه قال أن الرب، ومنع الناس من أن يكونوا أرباب، فلذلك أغرق. هكذا في كتاب ابن عربي نعوذ بالله. وقال إن عباد العجل مصيبين، الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل، وأنهم على حق، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء ووجد بني إسرائيل يعبدون العجل، وعندهم أخوه هارون وكان نبيا مثله، جره برأسه ولحيته، غضب عليه الصلاة والسلام وألقى الألواح تكسرت،
وجره قال كيف تركتم يعبدون الأصنام والعجل كما أخبر الله. هؤلاء الملاحدة ماذا يؤولون الآيات يحرفون؟ يقولون موسى حينما جر هارون بلحيته ينكر عليه يقول لماذا تنكر عليهم عبادة العجل اتركهم يعبدون العجل مصيبون هكذا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وصلت يعني الإلحاد والكفر والضلال إلى هذا الحد, يعني كفر ما وصل إليه لم يصل إليه إلا هؤلاء الملاحدة نعوذ بالله. أعظم ناس كفر. نسأل الله السلامة والعافية ونسأله سبحانه أن يهدينا ونثبت قلوبنا. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نسأله أن يثبت قلوبنا على طاعته. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه. نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على الفصل هذا, الفصل الآن كل واحد يضع عليه علامة إن شاء الله في السنة القادمة. نسأل الله أن يحيينا ويحييكم حياة طيبة, ونبدأ إن شاء الله في الدورة القادمة من هذا الفصل فصل, ثم بعد ذلك يتنازع الناس كل واحد يجعل علامة عليه الآن ويقارب ثلث الكتاب أو ربع الكتاب أو بين الربع والثلث. نعم.